احنا هلا عم بلشت عملية الإخلاء من ملدة مضايا المحاصرة باتجاه إدلب. يعني الوضع كتير مأساوي، يعني الوضع كتير صعب جدا علينا. يعني الوضع يعني شو بدنا يعني قد ما بنحكي ما رح نقدر نعبر انه الوضع يعني كتير مرير بالنسبة لنا. يعني واحد بيترك بلده، بيترك أرضه، بيترك يعني حارته، شباب حارته، العالم شيء مجبرين عليه ومكرهين عليه. يعني بنتمنى انه يكون الحل كان غير هيك، منشان يعني كان لو الحل انه كان افضل انه من التهجير او اي حل.